اهلا بحضراتكم من جديد. لسه موجودين معاكم في مهرجان العالمين من مدينه العالمين الجديده. للحقيقه الواحد سعيد انه موجود النهارده وبيتحدث عن هذا المهرجان اللي بالتاكيد كان وراه جهود كبيره وايام عمل كتيره اذا ما كانتش شهور يعني علشان نشوف انطلاق هذا المهرجان اللي بيجمع زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، ودي مش حاجه سهله انه نشوف على احد السواحل يعني مهرجان فني ورياضي وثقافي. ده شيء مهم جدا. ازاي كل هذه الاحداث والفعاليات هتكون موجوده داخل مهرجان العالمين الجديده؟ هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفتنا النهارده اللي منورانا في استوديو التاسعه من العالمين الجديده، استاذه ملك اسعد، احد الاعضاء المنظمه في مهرجان العالمين الجديد. اهلا بيكي يا ملك. اهلا بيكي انت. منورانا. والحقيقه سعيده اول حاجه انه يعني دايما طول الوقت بنتكلم على تمكين الشباب، فاني اشوف حد شكله صغير كده موجود في يعني اللجنه المنظمه لمهرجان مهم زي مهرجان العالمين الجديده، دي حاجه تفرح الصراحه. يعني احنا فعلا فرحانين اكتر، ويمكن انا بس اللي موجوده النهارده، بس بمثل من ورايا عدد كبير جدا من الشباب من خلفيات مختلفه، يعني مهندسين، اداره مشروعات، شغل كتير قوي بقاله يمكن اكتر من 6 شهور من اول وضع الفكره بتاعه المهرجان نفسها، تثبيت الفكره، ايه اهداف المهرجان ده، لحد ما وصلنا ليه بقى شركات منفذه وخطه فعليه على الارض. يعني نوصل بقى للبدايه، عايزه اعرف الموضوع جه ازاي والفكره جت ازاي، وكنتوا يعني حاطين ايه في دماغكم عشان نعمل مهرجان للعالمين؟ المدينه اللي يمكن زوارها على السنين اللي فاتت شفنا انه زوارها عدده بيزيد ما شاء الله، الجنسيات الموجوده جنسيات مختلفه، بقينا بنشوف يعني اخواتنا العرب اللي بيجوا مره واثنين وثلاثه باصحابهم وبعوائلهم، وكمان بقينا بنشوف اجانب كتير جدا في الساحل، ويمكن ده جديد لان احنا كنا بنشوف الاجانب دول على ساحل البحر الاحمر بس. الحقيقه الموضوع بدا من الاول بهدفين اساسيين، كنا يعني لازم نشتغل على حاجه حقيقيه تقدر يعني تدمج ما بينهم او تجمع ما بينهم. النقطه الاولانيه ان يمكن كلنا شفنا مدينه العالمين السنه اللي فاتت، وفي مؤسسات حكوميه كتير بالفعل اتحركت من الصيف اللي فات او من السنه اللي فاتت وبدات فعلا يعني تعمل بشكل فعلي من داخل مدينه العالمين، بس ما شفناش جمال مدينه العالمين. يعني ما كانش في تسليط للضوء على ساحل البحر المتوسط زي يعني ما كنت بتحكي لنا في الاول خالص، يعني ده ما كناش شايفينه خالص من السنه اللي فاتت. النقطه الثانيه بقى هي تاريخ طويل جدا من الثقافه والفن في مصر، يعني حاجه غنيه مهما شفنا في بلاد مختلفه وحبينا بالفعل حتى الفنون والثقافات للبلاد الاخرى، الا انه الثقافه والفن المصري دايما ليه مكانه مختلفه يعني في قلوب المصريين قبل ما يكون طبعا في قلوب اي شعوب اخرى، ولكن فعلا الشعوب العربيه مهتمه جدا بالفن المصري والثقافه المصريه وكمان يعني بعض البلاد الأجنبية كمان، فحبينا ندمج الاثنين مع بعض ونطلع بأول مهرجان ترفيهي ثقافي من شاطئ مهم جدا هو شاطئ البحر المتوسط، وما كانش فيه بقى مكان يناسب كل هذه المقومات يعني أجمل من مدينة العالمين. ده شيء عظيم الحقيقة، ويمكن في تتابع للأحداث الفنية والرياضية والثقافية على مدار أيام المهرجان، وإحنا يمكن لسه في تاني أيام هذه الفعاليات، وجود كل الفعاليات دي في مهرجان واحد شيء مهم، التنظيم لده ما هواش حاجة سهلة، والحقيقة إنه ده نوع آخر من السياحة برضه ما كانش موجود عندنا، ابتدينا نشوفه السنين اللي فاتت وهي سياحة المؤتمرات أو المهرجانات بهذا الحجم بقى موجود، والشركات المصرية الحقيقة بتؤدي أداء باهر في ده، وإنه تجتمع هذه الشركات يعني تحت مظلة واحدة وهي مهرجان العالمين ده شيء مهم. حالة التكاملية دي بتخلق صورة عظيمة وصورة إيجابية جدا عن مصر. ده حقيقي فعلا. هو يعني بأكد كمان على كلامك في حتة نوع السياحة الجديد ده، احنا يمكن المفهوم معروف اكتر بمصطلح اجنبي هو بيزنس انترتينمنت او يعني قطاع الاعمال الترفيهي، ده قطاع اعمال فيه عدد كبير جدا من الاستثمار في بلاد مختلفة، والحقيقة انه مصر يعني مساعدانا بشواطئها وبجمالها من غير اي حاجة، يعني احنا جينا نطفي بس بعض ما تتطلبه
مننا البلد مش اكتر من كده، تكامل ما بين شركات بخبرات. لكن الحقيقه المدن نفسها المصريه عندها التكامل ده او عندها المقومات دي، فاحنا يعني مجرد بس ايه زي بنحط اضافه بسيطه جدا فنيه اكتر، يعني تكنيكال او فنيه في كل قطاع. فلما اشتغلنا على الخطه للمهرجان كان في طبعا خطوه كبيره قوي، هي فكره تخطيط الشركاء او الشركات القائمه على المهرجان. لحد ما نقدر نقول، يعني هي مرحله طويله، نقدر نقول وصلنا لعدد كبير جدا من تحالف الشركات يوصل لعشر شركات رائده في مصر في الوطن العربي، حاجات شركات متخصصه طبعا مثلا في خدمات اعلاميه، شركات للسياحه بتتواصل مع بلاد مختلفه لان احنا بنتوقع 1,000,000 زائر في المهرجان في الموسم الاول. وده منعكس بشكل كبير على ايرادات الفنادق لانه الحجوزات من اول الصيف ما شاء الله، يعني اعتقد انها كل حاجه فولي بوك، يعني ده فعلا شيء يفرحنا جدا. وكمان شركات بقى ليها علاقه بالتنظيم نفسه، شركات ليها علاقه بالبرودكشن عشان يطلع كل انتاج مختلف لكل فعاليه، سواء فعاليات طبعا رياضيه او ترفيهيه، كل واحده بمعاييرها بالمتطلبات بتاعتها. فيعني حجم كبير جدا. كل فعالية ليها متطلبات مختلفة. صح. ودي يمكن من أهم الفوائد اللي بتعود على مدينة زي العالمين من مهرجان العالمين. وأنا عشان أقدر أعمل أحداث رياضية محتاج بنا تحتية تستقبل هذه الأحداث، علشان أقدر أعمل حفلات لأهم النجوم العرب والعالميين محتاج يعني المسرح يكون مجهز لده. عايز أقف معك عند حاجة حاجة ونسمع التجهيزات كانت عاملة إزاي. اوكي، يعني خلينا ناخدها خطوه خطوه. بالنسبه مثلا نتكلم عن الرياضه في الاول، احنا بنتكلم انه فكره انه في 3 بطولات رياضيه، ده خلينا اصلا نعمل في التنظيم بالتعاون مع الاتحاد نفسه. يعني احنا بنتكلم مثلا في بطوله الكره الشاطئيه الفولي بول على الشاطئ، ده خلينا نتعاون بالفعل مع اتحاد الكره الشاطئيه عشان يقدر يطلع التنظيم بشكل لائق، نعرف متطلبات بطوله زي دي ممكن تكون محتاجه ايه، نقدر ان احنا نوفرها من اول انفراستراكشر او حاجات ليها خاصة بالبنية التحتية لحاجات تكنولوجي أو كل ما يعني يطلبه الاتحاد عشان فعلا تقدم البطولة دي بالشكل اللائق ليها. لأن احنا الحقيقة كمان بنتوقع انه بعد استضافة البطولات دي هيكون فعلا مدينة العالمين من ضمن المدن اللي على خارطة المدن يعني اللي بتستضيف الفعاليات الرياضيه الاولمبيه. احنا كبلد قادرين على ده وشفنا ده في احداث يعني كره اليد. صحيح. مظبوط. ويعني حاجات كتير حصلت. صح. فانه تكون على ارض مدينه العالمين الجديده ده الحقيقه سبب مهم جدا وترويجي لمدينه العالمين الجديده. مظبوط. وغير طبعا البطوله الشاطئيه للفولي كان في طبعا تم اعلان البطوله العربيه للجودو، في بطوله جديده انا شخصيا يعني متحمسه لها جدا اللي هي بطوله البادل، لان البادل لعبه فعلا بقت منتشره قوي في الفترات الاخيره. ده مثلا على سبيل المثال، يعني عشان نلحق نتكلم برضو عن بعض الفعاليات الاخرى. لو بنتكلم على الحفلات فكان في تواصل مع كل طبعا فنان سواء مصري او عربي او اجنبي، كنا بنعرف بالظبط ايه المتطلبات بتاعته، يعني بلغه السوق بيتقال الرايدر سباكس بتاعت كل حفله، ايه اللي نقدر ان احنا نشتغل عليه عشان نقدر نضمن تجربه يعني اكسلنت. عايزين هنا نقف عشان نفهم الناس حاجه، انه في نجوم بيبقى ليهم طلبات معينه طبعاً. في المسرح، في الاضاءه، في كل الحاجات اللي بتعد علشان يقدر ان هو يقيم حفله في مكان ما، توفير الحاجات دي ترتبط باقامه الحفله او لا. ده حقيقي. ولفكرة ان احنا كمان يكون عندنا مناطق مختلفة، احنا بنتكلم عن مهرجان عادة متعودين سواء محليا او دوليا المهرجان بيبقى في منطقة واحدة، دايما بنشوف دايما فيها مثلا الريد كاربت بمسرح موحد، لكن مدينة العالمين يعني بتستضيف زوارها في مهرجان شغال يعني مش عايزة اقول 24 ساعة، بس فعلا احداث طول اليوم في كل ايام الاسبوع على مدار كل الايام في 5 مناطق مختلفة، مناطق ما بين مسرح لصالة مغطاة لحفلات على الشاطئ، يعني كل ما يبحث عنه الجمهور موجود في مدينة العالمين على مدار موسم الصيف. الحقيقة وده مهم جدا لأنه أنا هنا في العالمين شايفة أنه في تقديم لمصيف ينفع للأسرة المصرية ككل، ودي نقطة مهمة يمكن ما كانتش موجودة قبل كده. بنيجي المصيف كل واحد ياخد نفسه ويشوف هو هيعمل ايه، رايح مع أصحابه والكبار يخرجوا لوحدهم. مهرجان العالمين بيقدم شيء مختلف انه ممكن يكون في اجتماع للأسرة المصرية والأسرة العربية وكل زوارنا، وده مهم جدا. الترويج عامل مهم جدا في مهرجان العالمين، ازاي قدرتوا ان انتوا تروجوا لهذا المهرجان بره مصر لانه يعني هو عامل مهم جدا في جذب السياح.
كان الحقيقه يعني دور شركائنا من بعض الشركات طبعا اللي هي شركات للسياحه وفكره التعاقدات مع بلاد مختلفه ومع شركات سياحه اخرى كان ليها دور كبير جدا في الترويج للمهرجان من قبل ما المهرجان يبدا. يعني بالفعل حصل بعض من التعاقدات من تقريبا من شهر 4 اللي فات، وده بيسبق المهرجان بحوالي شهرين او 3 يعني، فده حضرنا كتير قوي للمهرجان. طبعا كمان البطولات الرياضيه بتلعب يعني دور كبير جدا لانه جذب عدد كبير من الوفود نفسها اللي مهتمه بالرياضه سواء من اللاعبين او حتى من الجمهور يعني. واخيرا لازم بصراحه اشكر يعني الاعلام يعني وحضراتكم او على اولهم، احنا اللي بنشكركم على يعني هذا المجهود الرائع اللي احنا شايفينه حقيقي فعلا، لان احنا من ساعه ما وصلنا من هنا والاعلام معانا خطوه بخطوه، كاميرات بتجري على طول عايزه تظهر جمال المدينه، عايزه تظهر الجهود الموجوده خلف الصوره الحلوه اللي احنا كلنا شايفينها. فيعني فعلا بنشكركم على الدور ده، وعارفين انه شريك اساسي جدا عشان نقدر نكمل مع بعض ونظهر فعلا الصوره اللي احنا عايزين نوريها للعالم كله ان شاء الله. ويعني نشوف دايما بلدنا وسواحلنا على البحر المتوسط وعلى البحر الاحمر في ابهى صورها امام العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا ملك اسعد، نورتينا النهارده واسعدتينا من مهرجان العالمين الجديده. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في كل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان العالمين الجديده. كل سنة باجي الساحل، بس السنة دي طبعا الطرق اتفتحت جديدة، الطرق اتظبطت كويس، الأمان هنا كويس جدا، يعني ال 24 ساعة ممكن الولاد بينزلوا في أي وقت، ببقى مطمن عليهم، في أمن كويس، في أماكن كتيرة مفتوحة هنا جميلة. المنطقة اتطورت عن السنين اللي فاتت، أنا باجي بقى لنا 3 أو 4 سنين بنيجي هنا في الساحل، فحاجة كويسة جدا. في بنوك فتحت هنا، في مول موجود، في سوبر ماركت، الأسعار برضو كويسة فيه. شبكة الطرق هنا حاجة مميزة جدا، يعني حاجة فعلا تليق بمدن الجيل الرابع، يعني حاجة مميزة جدا تليق بالجمهورية الجديدة، يعني لا يعني في تطور بصراحة، تطور رهيب، يعني حاجة كويسة جدا، حاجة حاسين لا يعني كنا الأول بنقارن نفسنا بالدول اللي بره، دلوقتي حاليا لا احنا فعلا بقينا على مستوى أي دولة على مستوى العالم. مدينة العالمين بصراحة حاجة حلوة وجميلة، يعني احنا الاول بدرس هنا في جامعه العالمين كليه طب اسنان، فالواحد كان بيسمع عن العالمين كتير، بس بصراحه لما جاء هنا العالمين وشافها لها حاجه مختلفه وحاجه جميله كده بصراحه، بسم الله ما شاء الله. يعني طرق في العالمين وبره العالمين مصر، يعني الطرق بقت حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص خالص. الواحد اكتشف ان مصر ما كانش فيها طرق، ما كانش عندنا بلد، ما كانش عندنا بلد، والبلد بترجع بصراحه. شبكه طرق عالميه، عاملين شبكة طرق متكاملة وطرق مفتوحة وطرق تمشي عليها بكل أريحية، كل حاجة هنا مرتبة بصراحة.